يعني قول لي يا محمد، وانت كل واحد مننا كده بقى ليه حلم. طيب ماشي، ناخد الاستاذ الصحفي الاستاذ رامي عبد الحميد امين صندوق البرلمانيه. استاذ رامي اهلا بيك. كابتن عبد الحميد ازيك، وكل التحيه لمشاهدي النادي الاهلي ومحمد في الاستوديو بحييه طبعا. انت شفته؟ شفت الفيديو بتاعه ولا اعرض لك لقطات منه بسرعه؟ لا انا الحقيقه بره فمش مش هتشوفه. طيب هو طبعا توحشني جدا الاول، وان شاء الله نلتقي عن قريب باذن الله، نعمل حلقه كده نكسر بقى الدنيا زي الحلقه اللي عملتها معاك ومع نجومك وابطالك. محمد، حاجه كده مش طبيعيه يا استاذ رامي. كان نفسي تشوف الفيديو بتاعه. يعني هو معايا اهو في الاستوديو، يعني كان نفسي تشوف الفيديو بتاعه. هو طبعا بيتعامل بايديه بس، وبتمرن بقى تمرينات الكوره، وما ادراك تمرينات الكوره. عنده سرعه ما شاء الله مش طبيعيه بايديه، يعني بيضرب الارض زي ما بنقول. يعني انا كان نفسي تشوفه عشان اقول لك ايه اللي ممكن تعمله له عندك في البرلمبي. خليني بس الاول يعني اشكر النادي الاهلي ومجلس ادارته برئاسه الكابتن محمود الخطيب. طبعا دي مش جديده على النادي الاهلي، ودايما كانت يعني كل الفئات والمستويات والاعمار، هو ده النادي الاهلي اللي عودنا دايما على كده. يمكن كمان ناس كتير قوي مش عارفه ان في نشاط لكره القدم المنطورين القدم. واحنا يمكن كان حصل لقاء مع بعض اللعيبه او الناس اللي بتمارس النشاط ده في مكان رحنا شفناهم في مدينه السلام. جميل. وتابعناهم ومفروض ان احنا بنعمل لهم نشاط وبنجمع عدد كبير من اللعيبه عشان نعمل لهم النشاط ده. لكن احنا بس يعني مش طبعا داخل مصر ده احنا بنصطدم اوقات ببعض الاجراءات وبعض الامور الخاصه. احنا عشان يبقى ليهم كيان رياضي يقدروا ان هم يشاركوا من خلاله على مستوى المحلي والدولي والافريقي، كل الحاجات دي بتاخد وقت شويه. لكن احنا يمكن الموسم ده ان شاء الله هيبقى فيه يعني نشاط للمحترفين كره القدم، وعندهم مواهب غير طبيعيه على مستوى الكوره على المستوى البدني. فعايز اطمن بس الناس ان احنا اللجنه البرلمبيه مهتمين جدا بالنشاط ده، وبنشكر النادي الاهلي ان هو سعى ليه، ونتمنى ان يكون في كل الانديه زي النادي الاهلي تشارك بحاجه زي كده. يعني لو في اي حاجه نقدر حاجه ناقصه عند اي حد ممكن نستقبلهم في اللجنه البرلمبيه. يمكن احنا كان في تواصل مع شاب اسمه عبد الله، معرفش محمد يعرفه ولا لا. لا، محمد ما يعرفش اي حاجه لسه. محمد لسه يعني بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عنده 11 سنه لسه، 11 سنه و 12 سنه. حضرتك بندعو محمد ان هو يكون موجود في اللجنه البرلمبيه، ويعني دي حاجه شرفنا وتسعدنا. طبعا يعني حاجه فخر لينا كلنا. حبيبي يا استاذ رامي، يعني ان شاء الله محمد، انت لما تشوف الفيديو هتعرف محمد ايه. يعني هو فيديو مختلف خالص وحاجه مختلفه. اعتقد ان انت طبعا مر عليك كتير من اصحاب المهارات واصحاب القوه والاراده الغير طبيعيين من رجالتنا دي، لكن هو مختلف كمان شويه عن كده. ان شاء الله ابعت لك الفيديو بتاعه، وان شاء الله نلتقي قريبا جدا عندك في اللجنه البرلمبيه، ويكون ليه دور معاكم باذن الله. يا استاذ رامي عبد الحميد، شرفتني ونورتني، وان شاء الله نلتقي قريبا جدا جدا في قناه الاهلي. شكرا جدا لحضرتك.